ولا معروف ولا متلوف. مادام جاوا لحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقولوا عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. انا افهمك يا رئيس دياب، الراجل ده عالم اثار، بيعرف التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا دياب. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله، نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت ايه؟ بقول لك ايه يا سناري؟ ايه؟ انا شايف ان الخواجه عامل حساب كبير قوي للمعلم بن داري وخايف منه. يبقى العقل الزين يقول ايه يا اخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بن داري ونخليها شروه واحده. صح، وبالطريقه دي اذا الخواجه حب يظلمنا مش هيقدر يظلم بن داري ونبقى احنا الرابحين. طيب افرض بن داري طمع في حقنا. لا، بن داري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهم معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وهحط يدي في يده، ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي، عفارم. ايوه كده، خلي حسان يطق شرار. اسمع يا خواجه، خليها شروه واحده، نصيبي انا واخوي عبادي حطه على نصيب الريس بن داري، وكلنا خوات وعيله واحده ومصلحتنا واحده ومفيش اي فرق بيننا. براوة عليكم، براوة. اهو ده التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطه دي، مفيش فلوس تاني. فتشت العربيه زين؟ فتشتها زين، ما فيهاش غير شنطه الفلوس دي. انا هقسم بينكم الانصبه انتم الثلاثه. عنك انت يا خواجه، الفلوس اللي في الشنطه دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي واخوك سنداري. نصيبك انت والمعلم عبادي واخوك سنداري، وفين نصيب المعلم حسان؟ انا ماليش صالح، الفلوس في الشنطه دي حق نصيبي. نصيبي قدامه اهو، عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب. يلا يا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سناري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان، انا معيش فلوس خالص تاني. وانا ما بيعش بلاش، البضاعه قدامك واديك عينتها، عايزها ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوة؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جهران، هتنقل البضاعة دي كيف؟ الحاجات الصغيرة هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات التقيلة هيجي رجالة الخواجة يشيعوها. وانا بضاعتي من التقيلة، لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان، انت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف ان بضاعتي غاليه مش رخيصه، وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعه كلها. صبح الفطير البهايم، البهايم يا عمي. ها زمان باشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المواشي دي ما كلتش. هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه؟ طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت، انا لقيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح، اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف انه عارف كل حاجه. لا قول لي يا حصاوي، امسك امسك.
قبلها حصاوي بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالبشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه. البشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج. بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللمنتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البلينة، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت بنفسك يا سيادة المقدم انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة وحتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه الحمد لله على السلامة. يا سيدي مناع ده رادع ماشي التباع بتاع مصنع العلف. يا سيادة المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقة. اقول لك ايه يا بيه، هتتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. اتفضل يا باشا. قهوة تكيل مظبوط يا مناع بيه. منين قهوة مظبوط بسرعة يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمة اللي ظهرت فجأة في محافظة سوهاج. أنا عايش في سوهاج من أيام ما كنت طالب في الإعدادية في الدالية أنا، ونقلت هنيه من أيام الجامعة وكملت حياتي في سوهاج. يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعاً إني خريج كلية الزراعة شعبة إنتاج حيواني، ولما خلصت الجامعة وما لقيتش عندي مشكلة في الفلوس قلت أشتغل بحر مالي. لا طبعاً أنت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومة مستوفى وسليم. أظن برضك إن سيادتك تعرف من شهادة ميلادي يعني إني مولود في قنا. كان حقك تسأل الأول أنا ليه عشت محوط في سوهاج الفترة دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كان سعيلتي كلها. ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. وقال لي ان احنا كنا اغنياء وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي حطيتهم وديعه في البنك، ولما اتخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. وليها الحكاية فيه غلط عندي حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. وانا سبق وقلت لك اهلي وناسي ما لهمش ذكر عندكم لانهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش لي اخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بقنا. الله يرحمه ويحسن اليه، هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت. قال لي انه مش اخ امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الدارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا فيعرف اصلي وفصلي. الخوف لانقتل هنقتل على قد ناس معرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس،
انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الاداره. سيادتك عارف انا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون اي ذنب، وجاي زموت برضك بدون اي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب اكبر مزرعه مواشي فيك يا سوهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا اخوي، ربنا يكرمك. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. ناس من الحب شافوا اسير. ايه اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش الناجع الا لغايه دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبيه. انا عارف شغلي زي المنظم حياتي، ويا ريت تقوم دلوقتي، الحكومه حاطه عينها عليا من ساعه ما اشتريت المزرعه. الاسعار الجديده اللي طلبتها ازعجتنا جدا، وكان لازم اجي لك عشان اعقلك او اكشفك. ما احبش الاسلوب ده، لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطرني اسدها. ثغره؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقتي، ويا ريت تعمل نفسك بتشبه عليا ولا حاجه، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر، ونسيت من هو مناع حسان الحويطي. الا لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي، انا هستلم منك البضاعه في نفس المكان والزمان، وهيكون لينا حساب بعدين. احلى ورق عنب يا مناع بيه. هو مين دي؟ ده واحد كان بيشبه علي. ما تشغلش بالك انت يا جابر، رجبه اللي جاب ابوك سدت نفسي. اطول يا جاموس ابيض هبهرونك. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجاله نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس ابقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة، يلا رجالة.
برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى يا سعدور، ده شوال عينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، احلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجالة بقى يحملوا البضاعة في العربية. عرعر حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجالة يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجة، كل الرجالة اللي تشوفهم دول فطوع أنا مش فطوع عمي. بسيطة يا جاكوب، هات له شوال يعدي فيه الفلوس. يلا يا رجاله البندريه، اركنوا سلاحكم، وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. هم يا رجاله، معلش يا خواجه تزعلش من همام والد اخوي، لسه صغير برضك. يلا رجال همّوا، المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق، يلا رجالة والباقي يا جورايا. يلا هاد هم شوية هم، يلا تلحلح يا بو، اربط شال زين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواجة. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة، انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنة ايه؟ دي حنة صح يا رجالة، اكشف على باب الباب. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب بسلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه، انا محروق اكتر منك، وانت حسان اضحك علينا، ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم. قول ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب طيب، هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك يا خواجه، زلالك ايه؟ خد فلوسكم، ايه ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكوب علمه الادب الجدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه بفلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب، ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد بسرعة، اطلع بسرعة.
دور على مين يوصيهم يشوفهم قتل ولا لا؟ الخواجة من يهرب وما خدش فطار عم يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبة، ده خطر علينا كلنا، لازم اقطع عليه الطريق باليمة الثانية وخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. جاكوب اوه جاكوب، ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع الثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا عمكوا دياب. يا دياب الحقني يا ناجي. يا دياب الحقني يا ناجي. دياب الحقني يا أخوي. دياب سلامتك. أموت. سلامتك يا دياب. أموت يا ناجي. سلامتك أخوي. اطمن أنت بخير. الطلقة بسيطة جت في كتفك. أمام ولد أخويا ناجي اتقتل ولا لسه حي؟ لا اطمن، أمام بخير. راح مع مناع ولد أخوي ورا الخواجة بيطردوه، وبإذن واحد أحد مش هيعاودوا إلا لما يكونوا جابوا أجله. اطمن. اسرع بقى شوية، خلينا نوصل أصفار. مش هسيبك ترجع النجا يا مناع أبدا. اسرع اسرع مات. ادعى رجالة ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب. يا رب. قولوا يا رب. يا رب. يا رب. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر
الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة. Thank you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً على تعاونك أستاذ مناع. شكرا شكرا يا ابو رفص غير وانا هايزه. الخوف من المسؤوليه دليل على تقدير حجم المسؤوليه، وده اول خطوه من خطوات النجاح. مناع بيه والله يا باشا، موضوع ثقه الناس دي واصواتهم امانه، بتهيألي انا مش كده. وبعدين يعني ما ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البي جوزك بيقول ايه، عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من أولها. ليه كده يا مناع؟ ده انت كان شكلك حلو قوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكاية بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وانا متأكد انك هتلاقي الموضوع بسيط. استأذن انا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانم الجميلة دي مراتك. أنا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والأبحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. أهلا وسهلا. أهلا يا خواجة فرهنزر، مالك؟ واضح أنك تعرضت لحادث مؤلم. للأسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيرة وسنوات طويلة من الألم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش أي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى أصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويده. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير إنه هو يترمي للأسود ياكلوه حي، لأنه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور، العربية في انتظار حضرتك. بعد إذنك يا هانم. بعد إذنك باشمهندس. بعد اتفضل. ظريف البروفيسور ده، وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبة شوية ليك؟ كأنه يعرفك. وانت بتدي له يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورغ اياك. اتفضل يلا، قبل ما ناكل لقمة مع العيال. اتفضل يا خواجة. ميرسي. بروفيسور قرب وصل، هو معاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة، بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرج الخصوصي بتاع الشقة دي، وأنا واجبي أرحب بأي ضيف يقعد في الشقة دي لغاية ما يمشي. أنت نوبي يا بلال. أيوه نوبي ومن كلبشة. لكن الغريب إن حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. وأتكلم نوبي كمان. مسكاجينا. الناريو. بس كجلة كمان، والله حاجة غريبة خالص. لا أنا عايش في أسوان بقالي 20 سنة وأعرف كل شيء عن نوبة ونوبيين. وتعرف البروفيسور فاي هايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم، هو كمان بيحب مصر ويعرف مصر كويس. طب إن إذنك بقول له سيادته شرف. تكر طيب. الحمد لله بالسلامة يا بروف. سربرايز مش كده؟ صديقنا منقذي مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياة البروفيسور واجب علينا كلنا،
انت قيمتك كبيره قوي للانسانيه كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو نو نو، انا بلعب في الماضي لكن انت المستقبل. الزراعه يعني اكل وحياه شعوب، والحقيقه بتقول اذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. اوه ايه الكلام الحلو ده اللي وحشني. لما شافني وشه صفار واحمر واخضر ما بقاش مصدق عينيه. اكيد في خطه كبيره للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصل له. الاسباب اللي تخلي المنظمه تبعتك هنا في سوهاج بدل اسوان اكيد اسباب كتير، واعتقد ان وجود مناع هنا له علاقه. فريمان انا مش عارف كل حاجه، انا وانت وغيرنا في المنظمه لازم ننفذ خطوات. لن اقدم خطوه ولا ناخر خطوه. انا الخطوه بتاعتي بقى هنا في سوهاج اني اعمل علاقات مع الناس، اكسب ثقتهم باي طريقه ممكنه. بس اكيد جواك رغبه للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خساره جاكوب. انا اصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فاي هايزر. يبقى اكيد في اصرار اكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبه لي وانا في روما. اقتله مش هو لوحده، هو وابوه يتشينوا في حبل واحد، بس الاداره رفضت فكره الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني ان مناع داخل في حساباته. حبيبي انا راجع المره دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيره زي سوهاج. فهمت؟ ارجوك ما تسالنيش تاني. اوكي 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 اوكي، انا بس عايز اطمن عليك. الحمد لله على السلامه يا بني. انا قلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجه هينه، ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقوا معزه ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشه العمر، فلوس او ذهب، ودي حاجه ما يعرفهاش الا صاحبها، وممكن يكذبوه فيها. تحويشه العمر ده نعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون داسسها وين؟ في الفرن ولا تحت الارض؟ بيت الكبير في امان، والامان بيخلي صاحبه ما ياخدش اخواني ويحط فلوسه في اي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكله. لو فتحه سهل يبقى مفيش مشكله، بس الاحسن ندخل من السطح وما نسيبش اي قطر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في اهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر، ما تقلقش انت. بس لو اتمسكنا يا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل، وهنتعاير بيها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفقر انت. يلا على مهلك. ناوين السلاح يا ريس، على مهلك. يد صوتك لا يكون فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوره فين دلوق؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس هدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصلهم، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه تعالي. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده.
كما ناخدوا الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اكدي عمياني مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرصيف لفني العتب حكسر القفل خد ايه دي هدوء ايه ده يا ملجرون يلا يلا حبي حبي تصدر حبي يلا 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 بسرعه ايه الكتاب الاسود ده؟ انت انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب ما انا زيك حمار ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها طب خلاص فتوله خليه يطمن رجل حاجه ما تنحير يلا خد خد من لقيتك يلا يلا Will we leave him asleep till us one? Yeah, we will take him home with us. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. خد بالك يا دياب. اي غدر منك هروح لحساني واقول له وهتبقى مجزره كانك عبيط ولا ايه خبر ايه يا نافع ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخله يعني انا اللي مأمن لك مش انت اللي مأمن لي وبعدين انا لو في نيتي غدر ما كنت قتلتك وخلص تقتل ولد عمك يا دياب يكون في علمك مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملته يا بو يا بو يد انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي يلا بينا دلوقتي نطلع على مندرة الكبير ونبيته على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل والله هنتنغنغ يا كبير فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله بطل رط في الكلام يا فجري ياما الموضوع يتم على خير عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير عشان كده عايزك تخرس خالص تقطع لسانك فهمني واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس بس بقول لك ايه تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا يلا يلا يا حزن ابوي اهدي يا خواجه حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك نقعد قوي قوي يا خواجه اه ده واتفرج كمان يا سلام وانا طول او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده امي خواجة أنا قلبي قلقان منك حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض عليا وأنا معيش بطاقة بسيطة حبيبي نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعك نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول أحبك يا خواجة أحبك يا خواجة يا سلام يا سلام يا أولاد حكمان يا خواجة لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وقع في رجلي
بس لازم تقعد هنا يوم او تجي لنا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم ايه؟ قول اتنين، تلاتة، عشرة، المهم ان ناخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى انت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة، هفسحك وهبسطك، وهو بالمرة برضو هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجة، انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وانا كمان شنطك سبقتك. احنا عم نخاف مش من حد، وانا اذا كنت جيت النهاردة علشان ارد على اتهام غاوري، فانا جيت كمان عشان شاهدكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب مني الخواجة السنيور. العقد قدامكم اهو. انت هتلاوح في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني؟ قول الحق طوالي، ده انا شفت الفلوس معاكم قدامي بالعين. لا، الفلوس المسروقة مختومة بخيطكم اياها، الفلوس الحكومة وموجود عند كل الناس، واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس. فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام. احنا ما تهمناش الفلوس قد ما تهمنا الخيانه، ورقده اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي، ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير. اكفاك غلط يا ناجي، الفلوس هشوفها بعينيك، واللي دفعها لي قدامكم اهو الخواجه السنيور. يا جماعه يا جماعة، الفلوس دي بتاعتي أنا، اديتهم لهمام تمن لبيت الست أم جميلة، والعقد معايا أهو، بصمة عليه الست أم جميلة وهمام ودياب وشوي. معناته إيه الكلام ده يا همام؟ معناته إن أنا دفعت 1,000,000 جنيه لتمن بيت الست أم جميلة بالأرض اللي حواليه. والفلوس إيه يا إخوانا؟ هاتها يا عمي، شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوس اهي. لا، الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة، فلوسنا في عرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتطلع، هتروح فين؟ هنقلب النجعة ونفتش بيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام، اللي مش حرامي ليه يخاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها هتتفتش، لان اكيد اللي عمل العملة دي واحد من اهل النجا، عشان مفيش بيننا اغراب. ده عداك العيبة كبير البندرية، يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض، انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتشوا بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الاول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست ام جميلة. ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا، محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا اهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعاده ده انا بقيت من اهل الناجع، لازم يبقى ليا راي. انت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبه هيدفع ثمنها همام والبندريه كلهم حسب عرفنا اللي انت ما تعرفوش. تقبلوا اهل الناجع خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم؟ لا، لا. لا. اسلم فمك يا ناجي، مش عايزين اغراب تدخل وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطه واحده نكون لامم اهل الناجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم، هم واللي يدافع عنهم. اظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اقول هام، مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيله حتما ولازما يكون في حمى كبير عيله تاني، ومحيط ان همام كان بره النجع، يبقى دياب عنده علم بالسرقه وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا ود عمي، واللي سرق لازم يخبي عملته وخصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتجرس ويموت ليله السرقه وياخد سره معاه في القبر وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي،
واحلف على كتاب الله ان اللي عملها دياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش عود نفع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف أمره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني إنه يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره؟ يا مغوري كان كلامك حقيقة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. ايوه عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرقت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي وقال انه متكفل بمرة نافع وعياله. بس احنا فتشنا بيت همام وانا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام ابوك صح، محدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب وهو اللي عارف مخفية وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل. اسمع رجاله، احنا ما عايزينش حد يعرف بلفنيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكان ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرع، وانا حنط لهم كل يوم بحجه حق مرتي في ورث ابوها وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيلة حسان، هو ده حسن التدبير. مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصروا أنا حاسس إن دوري مع أهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب أعاود لأهلي هم أولى بيا. يا راجل اقعد، الكلام اللي بتقوله ده حد أسلك على طرف؟ ما عادش لزوم الحديث. أنا مهما عشت وسطيكم فأنا غريب، لا حق لأتجوز منكم ولا تحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ أنت زي أخوي يا راجل. قول عمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبة، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. تحقول لي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا تقطعت لحد هنا والحمد لله. هطلع من عندكم لمعايا الف ولا الفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديث ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس أنا خنت الأمانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت إني ممكن أكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما أخد خطوة واحدة عمك قال عني غريب. أنت قلت لها إنك عايزها؟ أيوة قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها. كان الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عايا ابوك كوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقت كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف عشان كده اخترت الحل. وليه تختار الصعب؟ نخطبها لك. الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة نسيت عقودكم في جواز الأغراض. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده علي وانا هخلصه، لا تقلقش. جرية مناع، وقف تتسامر مع البشمهندس وكأنكم بتتفقوا على حاجة وعرة قوي. خلينا نتكلم بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. عمر طلب يد نسمة مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيلة، فضها سيرة، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمة اختي وانا اعرف مصلحتها زين. اختي شهاد، ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام بناقص.
أنا مع نسمة. الوقت مش مناسب. لا مناسب. أبوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. ولا يهمك يا نور عيني، يا حبة قلبي من جوا، هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجا، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معنانا اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليها فيك زي اللي ليها؟ ليكي ده، أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان، بس برضك ما تنسيش إن هي أم عيالي والعيال ما يستغنوش عن أمهم زي ما أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا نور عيني. وديني معاكها وهنقضوا مع بعض أحلى ليلة في الدنيا. إيه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجالة، هو في أحلى من نوم في الدراوة؟ طب ده أنا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جار بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي. خبر ايه؟ مالك قلبتك ده كأنك فرحانة باللي هيحصل؟ قلبي طاير من الفرحة، فزت بسبع السباع، تسلم لي يا سيد الرجال. في ايه يا ولية؟ يا جارتي انا يما. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا شوقي، انا في سمرت نافع. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلي. كتر خيرك يا اخوي، انا بس عايزاك في كلمتين واحنا قاعدين هنا. ما يصحش، دي بيت واد عمك. اسمعني قبل ما تطق من جنابي. اتكلمي براحتك. اغراب الشوم ابو الحمد جاني يقول لي خبر اكحل، النافع هو اللي سرق بيت حسان ولقي الحجاب بتاعه واقع منه. يعني هياخدوا بتارهم الميتين؟ هما لقوا فلوسهم والحكايه دي خلصت خلاص. لا ما خلصتش، انا عارفه جوزي زين ده خواف وعمره ما يقدر يعمل عامله كيف دي وحديه من غير حمايه. شوف يا بنت عمي، موضوع ده شر، كل ما تقفل يكون احسن. بس حرام العار يحط على راس انا وعيالي من غير ما يحط على راس اللي شارك جوزي، ويمكن كمان هو اللي جبره على كده. يا نفيسه، الحقيقه كلنا عرفناها بالعقل، بس الحديد فيها يحط بالعار على راس العيله. يبقى ما فيش غيره غدياب، هو اللي وزه، مش بعيد يكون هو اللي قتله من خوفه لا يتفضح. في حد يجرس حنش من غير ما يصرخ ولم عليه قومه لا اله الا الله؟ يعني ايه؟ يعني اللي نايم جاره ده هيقوم، مش يقعد نايم للصبح. انا كان قلبي حاسس. طيب يا دياب، طب ورحمه نافع متروج النار اللي في قلبي الا بدمك يا دياب. لا إله إلا الله،
ما دايما لوجه الله. الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عزا عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، فضلش الا انت دلوك للعيله كلهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز، علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجه منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك وانت حر في اهلك وناسك. الا ما فيش حد من عيله عبادي جاي عزينا كيفكم. كيف يا همام؟ انت ناس ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماته في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانوا هم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا بندريه، عشتوا رجاله البندريه، لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. اعوذ بالله، وشه عليه غضب ربنا، ده ما يدفنش في تراب مسلمين ده، شوفوا له اي متوه. وشه مزند، كانه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربيه. خدوه، خدوه افحطوا له فحته وارموه فيها. دلوقتي اقدر اقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندريه، والليله هجيب رجاله العيله وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط الناجع، وقول انك اخذت بطارك من ابو الحمد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايده نصبوا عزاهم الليله انا هروح لهم واقول لهم يكسروا الشر، وبلاش يدعوا نفسهم بالكذب حاجه ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايده نصبوا عزاهم الليله هيبقى اعتراف منهم ان هم اللي قتلوا عمي. ايوه، ويتحمل النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص، والبقية في حياتك يا كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير. حياتك الباقية يا ناجي. صدق الله العظيم. كريم يا ابني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. خد عزا عمك يا همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايده نصبوا صوانهم بالعند فيا كانهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتلوا عمي؟ صدقني ده جسر ديل وشماته مش اكتر، والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين عاملة سنار وعبادي ليلة فرحة، كانوا يستحقوا عليها القتل. ما نصب اصوانهم ليه لما ناجي راح لهم وحذرهم؟ عقل عيال. الواد والد عبادي مخه طاقم، فاكر انها شطارة منيه انه يقول على اي حاجة ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على اسياده. ايه يا همام؟ ايه؟ هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ شوقي منه لله، هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحديه. واه، واعمل ايه؟ العيله مش مصدقه غير الحقيقه، وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. ما دام نصبوا صوانهم يبقى هم اللي قتلوا عمي وقتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. بتاع قليل مالي همام، ما تولعش الدنيا اكتر من كده. صوان العبايده متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزره عشان حته عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نأدبه بعدين. اسمع يا ناجي، اسمع يا مغاوري، خذوا رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم، وما لكمش صلح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايده. ناجي، يلا ناجي، ما فيش فايده، ما حدش عايز يسمع الحديث. عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامة ومن غير مطرود.
حرام عليك، حرام عليك أرواح الناس اللي هتروح هدر بسبب حكمك ده. شوف أنا أجي، كرامة عيلتي فوق أي اعتبار. مع السلامة يا عيلة حسان. كون في معلومكم مفيش أي عداوة ما بيننا وما بين أي حد فيكم، لكن أنا مش مسؤول عن أي واحد ينقتل لو طلع من بيته كده. طب يلا يا رجالة، قدامكم ساعتين تخبروا العيلة، وكل واحد يلزم بيته الليلة دي. ساعة واحدة، ساعة واحدة بس يا ناجي، مسافة ما تعودوا لبيوتكم. احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده، عشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايد. لا حول ولا قوة الا بالله، على اي حال انتم حرين. يلا رجالة شغل، يلا شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع لي الناس كلهم بالذخيرة والسلاح. الليلة هتكون نهاية العبايدة. يلا أمرك يا كبير. يلا رجالة بطل عبي، مش عايز واحد في العبايدة عايش. يلا رجالة يلا روحوا اكتبوا الصلاة. دول هيخلصوا عليهم. الواد ولد عبادي غبي ما بيسمعش الكلام. قلت له هتورط اهلك وناسك، انت مالكش في الطور ولا في الطحين، ما خدش بنصيحتي. كيف مالوش؟ اتلاقيه هو اللي قتل وبيتبهدل ان ابوه خلف راجل. ده عيل خايب وعبيط، لا قتل ولا هبك. البدريه هم اللي بتفك، ربنا ينتقم منهم. والله اللي بيحصل للعبايده ده حرام. كل ده عشان حته عيل حمار بيتباهى بحاجه ما عملهاش، وادي النتيجه. جاب لاهله النكبه. شدوا حيلكم. يعني احنا لو حبينا نبني بيوت للعيلة كلها هنا هنحتاج مش اقل من 10 فدادين. نخليهم اخر الارض من ناحية النجح. ممكن يا ابوي، احنا نبني لنفسنا، واللي عايز يبني يبني، الارض موجودة. والغلابة اللي ما يقدروش بحقه حقيقي، نفوتهم للبندرية يزلوهم، ما بقاش كبير عيلة.
يعني كيف يعني أبوي هتصرف في الملايين دي كلها عشان نبني؟ دماغي يا ولدي قرشان برضك يا أبوي، دماغي حتتفرتك. أنا قلت لك رايح نفسك، ما عايش تسمع كلامي. كان نفسي يا ولدي، كان نفسي أبقى عندك حق، الحكومة تعترف بالنجلة دي. هيحصل يا أبوي، بس الأول نبقى يد واحدة ونبني بيوت حقيقية مش عشان زي عمال الطراحيل. الحكومة لما هتاجي هنا هتاخد عاطل على باطل، مش هتفرق. والبندرية ممكن يقولوا بأصلهم ميانة ويقولوا إننا كنا بنزرع معاهم حشيش بالظبط. يا عم ناجي، نبعد عن الناجع لحد ما العميد أحمد يعرف إننا ما كذبش عليه. وأنت لسات برضك بتحلم ببيوت حقيقية مش عشش. المهم محدش يوصل للناجع لحد ما طهره من المخدرات والهبات دي. ربنا يديك له العمر يا ولدي. مالك حسان؟ روحني. مالك أخوك؟ مش قادر اصلك طول يا ولدي. ابوي شيل عمي، عمي شيل عشان شد حيلك. ابوي عرفت اني كنت ظالمه الوقت؟ اعمل يا اخويا، انتوا اللي فكركم راح لبعيد. ربنا يهدي سرك يا بنتي. بصوا يا مري. حسان مالك يا حسان؟ مال ابوك يا مناع؟ اتكلم. اصبر يا ام، اصبر يا ام، انا فين شنطه الدواء يا مروه؟ الشنطه معقول يا ام؟ كل ده ورشام ياخد ابويا كل يومين اللي فاتوا. وانا ايه عرفني يا ابني؟ هو اللي بيمسك الشنطه وينجي دواها. ليه كده يا ابوي؟ ده شديد على القلب قوي. محدش ريان بيرجع اللي انا فيه يا ولد. قلبي هيفرفش، روحي هتطلع. مش عارف ايه اللي ممكن ياخده واللي ما ياخدوش. هات اللي هيشكل حتى لو اموت، المهم اموت من غير وجع. لا هيوقف قلبك. ما قادرش ياخد نفسي، ما قادرش اتحمل الصداع اللي هيفرتك راسي. صلى على النبي، صلى على النبي. احب على يدك. خد نفسك بالراحه، ريح ابوك يا مناع. مش طايقه اشوفه كده. خد نفسك بالراحه. حويلك يا مو، يا حويلك. اطلعوا برا، اطلعوا برا كلكم. يلا يلا قدامي. ريحني يا ولد، ريحني يا مناع. احب على يدك. ريح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المبروك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. تنطق الشهاده يا ابوي، فوتك من كل الالم، وقول وراي: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. خلاص يا خلاص يا ولدي، خلاص. حسس ان ارتحت والتعب اتسحب مني. ربنا كبير يا ابوي، ربك رب قلوب يا رب. طول عمرك قلبك عمران بالخير يا ابوي. لطيف. السلامة يا عمدة. السلامة يا أبو منع. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا بسأل روحي لك. إنا لله وإنا ده هم قلبي ولا كبر السن؟ وتملي بسأل روحي لما بقين، ده هم قلبي ولا كبر السن؟ جرحك ربابة بتعزف والجرح واخده تسالي، وكل ما القلب ينزف اقول له ما كنت خالي. جرحك ربابة بتعزف والجرح واخده تسالي، وكل ما القلب ينزف اقول له ما كنت خالي. وتملي بسأل روحي لما بقين،
عارف اني هلاقيك هنا. انت طول عمرك لما كان حد يزعلك كنت تاجي هنا في حضن الجبل، وساعات كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نوم. حسام مش ابوك واحده كمان، لا، حسام كان ابونا كلنا. عمري يا ولدي ما حسيت انه اخوي وبس. طب تعرف كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة، وكنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجارة كنت لسه في سيالتي. كيف العيال؟ مش خوف منه، لا، احترام وهيبة. اخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا احن علي منه. يا ابوي انا عارف ان الفراق صعب، بس الحزن اللي انت عايش فيه ده كيف الرملة الناعمة تبلعك من غير ما تحس بيها. قوم يا مناع، قوموا معايا يا ولدي، قوم نفوق لحالنا. انت متعلق في رقبتك ناس كتير، من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش. بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظة واحدة. رد علي يا ولدي. مناه قوم يا غالي. كده الواد همام طايح في البلد، فاكر انه بقى كبير صح، مش لاقي حد يلم، وخصوصا بعد ما عمو دياب مات وعملته السودة مع العبايدة. فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك ونسيت اهلك وناسك. قوم يا ولدي، يلا قوم معاي. لا أفوتك لحزانك، بس خلي العباية دي على كتافك تحميك برضك بالبرد. ما بقاش في عند أي كلام يا ولدي. وي ما حدش قتله يا عمي، بس أنا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس انهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار بس طار مع ظروف وخلق كتير. اولهم همام بس مش اخرهم يا عم، مش اخرهم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الاساس وقريب نصب الخرسانه. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز اختي. ولا تعب ولا حاجه. نسمه كانت قالت لي على حاجه كده. قالت لي ان يكون عندكم بيت من بابه، ويبقى كانه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع، اقال له لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني ابلغ المهندس والمقاول؟ اكرم الله. ما اقول لك يا عمر، هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعهدوا وسددوا الاقساط بداله. اقول لك ايه؟ فلوسك كنت حر فيها. كفايه ابو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم املاكه كلها. وانا قلت كده برضك، وكفايه لحد كده. ومفيش داعي اساعدك تقتله، خصوص ان ما عنديش باين انه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابه لقى باينه وسابه؟
لكن انا عندي البينة. هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتل وسط ناسه وما قدرتش وضربوني، وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متأكد، لان جيت لك المستشفى في الاخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما اسألك. تقصد انك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك وعارف ان في طار ما بينك وبين لطفي بالقمصان، لان لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. من خوف ايه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي بالقمصان لانه كان في حاجه بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفاك خوض في سيرة الأموات. اقعد. أنا عرفت كل حاجة يا عمر، وعرفت من أهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفة بالقمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيقها وتستغل شكواها القديمة ضده عشان تبعد الخيانة عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله أبو القمصان لوكيل النيابة، لأن هي دي الحقيقة يا عمر. أنا متأكد إن أنت اللي قتلتها ورجعت شغلك في البلد التانية واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمة عنك، والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر، قول. أنا معاك مش ضدك. أنت مكاني يا مناع، لو دي كانت مرتك مش كنت هتولع فيها بنار؟ كان لازم أقتلها وأخلص من عارها، كان لازم أقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش. ما تقطش أعيش معاها في بلد واحدة. أنا مش نيابة ولا حكومة عشان أحاسبك على قتلك لمرتك القديمة، لكني بصفتي أخو مرتك الجديدة من حق أحميها. كلام إيه ده مناع؟ أنا مش قتال قتلة، أنا قتلت عشان عرضي وشرفي. يا أخي أولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك إنك تطلقها، ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط؟ قصدك أصبرن عليها مش هي اللي تصبر علي. أقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمة وبجزرة وقطبها جحش. أنا عارف إنها اللي ممكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش وأنت فاهم. فاهم إيه؟ هي قالت لك إيه؟ أنا طبيعي وزين و... ما عايش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمع هتطلقها طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده هيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعاً ما هينفعش تعيش وسطينا. حصلت لحد كده؟ مديت عمري كله للأرض دي، بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها تاخده، ولو عايزني ننزلك معاه شغل في سوهاج ما عنديش مانع. شقتي القديمة حاسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، أنا هقوم أغير خلقاتي عشان نروح للمأذون. مينفعش أقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده. إهانة الكلام دي. اسمع، أنا هعمل عملية استكشاف للأرض،
بلاش دلوقتي يا حضرة الضابط، أحسن الأهالي يحسوا بحاجة ويعرفوا إنك مش المحاسب بتاعني. إياك أسمعك تقول لي حضرة الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. أنا اسمي الأستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا أستاذ نبيل، حاضر. لازم أشوفهم بيزرعوا إيه في الأرض دي وأدرس طبيعة المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمى عليا يمين الطلاق. انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد القسايم. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد أنا وعمر. في حاجة تانية يا مولانا؟ قلتوا بعد أسبوعين خذوا القسايم. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. الفلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني. بشيك بالفلوس دي باسم مناع. قول كده يا عمر. كان حصلت لي ده كله. أهلي في خطر في سوهاج، لازم أعيش وسطيهم. نسمة منهاش مكان وسط الخطر. طيب إيه قولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع لها. بنلهاش رجوع يا عم ناجي، بنلهاش رجوع. خد يا عمر يا شيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. بس انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي. انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. انا اديت عم ناجي شيك ببقيه حساب المباني. من حق. عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر تفكر في الوظيفه اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناع، لسه مفكرتش انا هعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه، تقبل الوظيفه وتقعد في شقتي القديمه لحد ما ترجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟ انا هرد عليك بحاجه واحده. عجز جالي بعد ما قتلتها، مش قبل ما قتلها، لاني كرهت صنف الحريم. عن اذنك يا مناع بيه. يا اهلا وسهلا، احنا جينا حسب المعاد. شنطه الفلوس في يد دهي. ايوه تفضلوا، انا مستنياكم. اهلا وسهلا. ايه ده يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجه خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايب. احنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين اصلك وفصلك. وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر، احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع بيه، معايا امان. هي فين الامان؟ سلمها لها قدام بيد. لحظة. أيوة هانم، الباشمهندس عمر وصل. أهلا أهلا يا باشمهندس. فين الشيكات؟ ده ظرف مكبول معرفش فيه إيه. طب أنا عندي ناس بس قاعدة معاهم جوا، هخلص منهم وأقعد معاك على طول، عن إذنك. تفضلي. هي دي شيكات تطفى بالقمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر. القدر هو اللي ساكني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. ايه
رايح فين يا باشمهندس؟ هشتري سجاير من تحت وجاي. وشنطتك؟ دار امان. راجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها. سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. موضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجة عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهلوا المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بينا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي. انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش. لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي. لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها، لكن مش من العدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. يا ده يا المحسن ده حسابي مع اللي غوا مرتي. لو حد قرب مني حقت رقبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهيه، انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما تجيش دخل. انا عشت عمري مستني اللحظه اللي هاخد فيها بطاري عشان سبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اهو، لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش حنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله اقتلكم انتوا التنين. يطلع بيه يذبحه قدامكم. تطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. اي يلا ادخل الدنيا دول بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط، بعترف ان انا اللي قتلت مرتي. انا تحت امر الحكومه، ما عادش حاجه تهمني خلاص. الو رئاسه، في جانب يتقدم في شركه مناع، محتاج قوه اسلام بسرعه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اتضحك عليا؟ اشتريت شويه حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي انضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو. دي المفروض انها قنبله، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وهتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبله القنبله في شنك. ما قلت لك حته حديد خرده في شنك بتطلع دخان وبتنفجر. كده؟ كده يا ستيف؟ تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان اضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم؟ انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور. كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتقتلوا فطيسك ده، اتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المره دي اللي هتسمع كلام انا. انا عمام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجه اسمها عيله حسان وعيله البنداري، النجع كله بقى عيله واحده وفيها ملك واحد بس هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع
هيبقى ملك الناجح، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كد كده. ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. اه افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس؟ اه، من يوم ما سرقت الفلوس ما حدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندريه عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم، واحد من امريكا الجنوبيه يا هبله، يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد زراعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طلعتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني يا مناع تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. اعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه. اوعى تضرب. اوعى تضرب، ما تضربش. بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. يعني الحياه يا بابا بتعبطنا علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص. في ايه يا شهيد؟ لقيت واقف بيتجسس علينا من غايه ابوي. الراجل قليل حياه ده كان متداري وسط الدره هيبص علينا. خلاص يا نفيسه روحي. ادخل يا حرمه منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج. الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اساله من نعبي صاحب العزبه. هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك. اللي انت عملته ده عيب. ونعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت من نعبي وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض. تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياه. الجوع، الجوع يا ابن عمي. قلت اتسلى وادور في الارض، يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شاهين. ايوه يا ابوي. رجعوا مطرحه ونبه على المقاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا ما هقول لكم ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر. انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت لامكم، وده حقكم، ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتأكدت إنهم ناس شرفة ومكافحين، ومناع هو أملهم في حياة كريمة. أنت فحصت أراضيهم كلها؟ واثق إنهم ما بيزرعوش أي حاجة مخالفة، ولا سبق لهم زراعة أي مخدرات. أنا فحصت التربة دي كويس، واضح إنها أرض بكر، وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. أنا شايف إصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول؟ وفي عند سيادتك الكميات والأسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضره الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو، رتبت كل حاجه؟ اه كله تمام يا سمناع. عايز مني حاجه تانيه؟ استنى عايزك. يا اسم مناع، خد يا حصاوي القرشين دول ليك. عايزك تعاود بلدكم، تتجوز وتعمل لك اي مصلحه. انت تعبت معايا كتير. وانا عملت مع حضرتك حاجه وحشه يا اسم مناع؟
واد بطل رط وخد الفلوس. ما دام انت شايف كده شوف وشك بخير يا مناع. طب ممكن اطلب لحضرتك طلب اخير؟ قول يا حصاوي. ممكن ابقى اعدي على المزرعه اخد منها خروف ولا خروفين اخش على امي بدل ما اخش بيدي فاضيه؟ ودول اتروح بيهم كيف دول؟ ابقى اقطع لهم تذكرتين معايا في القطر. ماشي يا حصاوي. ربنا يخليك لنا يا مناع. بتسلم عليا يا ابن الجزمه. سلام يا سعاده الفرشه. سلام يا مناع. شوفك بخير وبتسال علي. السلام عليكم. سلام. سلام يا سمناع. شوف وشك بخير. شوف وشك بخير يا سمناع. اجري اجري على ابوك. بابا 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 مين معاك يا بابا؟ الله الله الله. احنا قلنا ايه؟ لازم تقعدوا هنا مع جدكم وجدتكم ومع امكم كمان، ولا ما عايزينيش ارجع على طول؟ عايزين نرجع على طول. مين بيحبني؟ انا. طب يلا اللي بيحبني يديني حضني كبير. وحشوني ان شاء الله يا اولاد. ربنا يجيبك لنا بالسلامه. وانت كربانه كده ليه؟ ودي اول مره يسافر يا نور. ده كلها اسبوعين يا حبيبتي ويرجع بالسلامه. مش عارفه زي الاسبوعين دول هيعدوا عليا. دايل انت بس ان شاء الله ربنا يقصر المسافات وعاود بعد اسبوع. شوف وشكم بخير. الف سلام. الف سلام. محمد رسول الله. كويس اني لقيتك يا ابو النبيل. خير يا باشا؟ ساعات وكيل النيابه عايزك ضروري. طيب انا اروح له دلوقتي على المكتب. لا يا فندم، هو مش مكتبه، هو بيعاين مكان الجريمه. جريمه ايه وفين دي؟ بشقه الدكتور جمال. الدكتور جمال بتاعنا بتاع مصنع السماد؟ بقي في حياتك يا ابو النبيل، الدكتور جمال لقوه مشنوق في شقته. أولاد الكلب. أنا السبب. لا لسه. اهدى من نعبي، أنت مالكش ذنب. ذنب في رقبتي يا باشا. قلت له اشتغل وأنا هحميك منهم. لكن قتلوه. قتلوه الخونة، قتلوه. هما مين؟ تتكلم. كلمة أقول إيه يا باشا أكتر من اللي قلته. قلت لكم دول جايين بالخراب على البلد. قلت مستثمرين. قلت لكم عايزين يذلونا في بلدنا ونمد يدينا ليهم. قلت جايين بالخير والدولارات. اقول ايه تاني يا باشا؟ قلت يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. اهدى منع بيه، احنا مستكتين وهنجيبهم، ومش كل الناس زي بعضها. فيش عندي كلام اقوله تاني يا باشا. انا قلت لحد ما ريق نشف، لكن يمين بالله ما هفوت طارك يا دكتور جمال ابدا. مساء الخير. مساء الخير. شرف بحضرتك. محمد اشرف، المخابرات العامه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه اللي اقدر اقوم بيه ساعد حضرتك؟ أنا جاي أخذ من حضرتك بعض المعلومات اللي أنا محتاجها عن الجاسوس مناح حسان. جاسوس؟
مش ممكن. ازاي لغايه دلوقتي ما وجعش في ايديكم؟ المفروض انه يكون وصل جنا. عايز انتشار على طول الطريق وتفتيش كل الطرق الجانبيه. مع السلامه. تمام يا فندم. معقول اللي سمعته ده؟ انا كنت واثق انه ورا مناع ده مصيبه كبيره، وانت اللي خيبت ظني يا حضره الضابط. انا؟ ابدا يا فندم. جهز قوه لمهاجمه عيلته والتفتيش عليه، لازم احط احتمال ولو واحد في الالف انه يهرب من الاكمنه. يهرب؟ مش ممكن يا فندم. اللي يقدر يخدعنا السنين دي كلها مش هيقدر يهرب من كمين. مش الطريق. شكرا يا باشا. امشي يا اسحب رخصة. تمشي طوالي يا اسطى، انت غاوي عطلة. شبيكي لبيكي همام بين يديكي وقاعد بيفكر فيكي وبقاله ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الحلوة دي؟ حلوة قوي. بس قول لي صح، انت مقدر انا مضحية علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبة عيني، بس لفين الدفتر؟ انا جبته، بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد الا اول شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقتي عرفت انك بتحبيني صح، وانك شرياني، وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. شو رأيك ليه يا همام؟ اتخوت في عقلك ولا ما انت عارفه ان انا مخوض بيك من زمان؟ لا اعجل، عايزين ربنا يتمها لنا على خير. عندك حق، احسن نقرا الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجاح، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعي لي، ادعي لي انفع. اما نسمه لو نفعت من غير مناع اخوكي، ساعتها ما حدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقي مرات الكبير، والد الكبير، تبقي تجيب لنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. يا خواجه طمني، وحياة ابوك. برافو عليك يا جو، هي مش واضحه قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه خلاص يا خواجه؟ هتوفي بوعدك معايا؟ عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم اتعلمني سر الطبخه. ليه؟ عشان محتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالساهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا، وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصدي؟ عايزين نقتل مناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع.
ده في حالة ما عيلة مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومة احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجه، اما لو حصل الموضوع ده لنعيش خدامكم العمر كل. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجه، شيك هاند. ستيف تحت امرك يا برو. نفس، خلينا نخلص بقى. اكدي يا همام، ده آخرة المعروف، اقص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. انا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول، اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ ادي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية، ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي. أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة، انا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قولي يا نسمة. اقول ايه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. حمليني. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه في منطقه تانية خالص. يبقى اكيد رمى بعد ما خلص المكالمه، بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك، وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي عيلتي كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعملي لنا حكاوه؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. واهلي يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، ما فيش لوم على راجل. كده يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي انا خلالك، تعالي هنا. تضحيني ولا ايه؟ بعد عني، بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضحك. يا ناس اقدمي اقدمي خشمي، مادام تفضحيني يبقى الخلاص مني سهول. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا حلالي. وراملي دروك، وراملي
تمام فيه ايه؟ ليدي نسبة بالتحسن اللي عمل فيها كده. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لطلب كلمة واحدة أنا أقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال. يا بوي يا بوي يا غناع خبرات يا بوي. بنت يا نسمة. بنتي نسمة. ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام نسمة فوق وكلمين. نسمة رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه يا مار. امر الله نفس. معلش اسمع وانا صوت. رد علي يا نسمة. عمي رد علي يا بنتي. اجمع الرجاله والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت فين قبله. خلصت. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقيتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا، احنا ننتفهم بالقنابل. ممكن يقوم لنا، ممكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خد التوبة ارميها انت، الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. الدار ورجالة ارجع ورا اول، ارجع ورا. قلنا فرود خدوا اضربوا التوبة. قنابل طلعت في شيء، اهجموا يا رجاله. قنابل سيعدمها شوقي. اضربوا يا رجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي ارجع يا بنت ارجع. يا شوقي خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجاله. اضرب يا شوقي اضرب خذوه. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايديه ارمي سلاح الخرط، ارمي سلاح الخرط الكل. على ماي بالدرية يا كلام يا اولاد الكلام. قدام يا هات فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق ارقد ياد ارقد. فين همام؟ كلم همام. في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن. لا مش هتقدر توصلوا له. خلاص يا ولد الكلب، مناع ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراد جهيل، خذ لك ساتر يا ولد. هنموت كلنا مع بعض. عايزين انت التاني؟ يا همام يضحك يا سي همام. عايز ايه؟ بيتكم يا سي همام يتطبق على امك. ايه؟ النار مشعلة فيها. امي الدرية كلها مولعة. امي أيوة. تعالوا ورايا كلكم. راح فين يا مجنون؟ خد رجالك تيجي معاي وهدوا المخلوبة دي. بيت ابوي مولع. مناع الحاجة مناع. همام بيهرب. متخافش،
الحمام ما يقدرش ينفذ من يدي. الرجال يقطعوا مكان الحراسه عندهم. الخواجات ما يقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندريه. قصدك يعوزهم يحرسوك؟ عايزهم يؤمنوا ظهر لحد ما خلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على هون. هنقعد ازاي من غير حراسه؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدمناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده، انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. سيب. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا، وجو من الباب الوراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا. انتوا ما رحتوش مع حمام ليه؟ سي حمام قالنا نقعد نحرسكم. فيكم الخير، لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعلوش هم، هنقوموا بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. انت يا حرس، ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوك؟ طوق الضرب فيهم. خدك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجة، الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك يا لعيب يا نبط شطاني، احنا خلاص وصلنا للنهاية. مناع انا بستسلم. مناع مناع ما تنساش انا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجة، مات زي الامان اللي موتوه، رميته تحت رجلينا الفلوس، تمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة، ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش. حسنا دي عشان الدكتور جمال، ودي عشان ابوي، ودي عشان ما تعود شيل الدنيا تاني. يلا مناع، يلا عشان نلحق همام. يلا بينا. يلا وديني لحرق قلبك على اهلك وناسك، وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجاله، يلا رجاله. بيضربوا بيوتنا.
كمان. انت راجل والله مرض، شيل سلاحك وحصني. كيف ما طربك بيت ابوي؟ لازم اطربك بيت ابوه. مغاوري واقف يحرسه هناك اهو. انا معاي قنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله، ما تخافش، انا عامل حسابي. هلف من ورا البيت واقول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله، وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجالة. اللي مات وما ارحمك مناع. ايه عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لان انا اللي هقتلك. اقتلني، اقتلني يا مناع، انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك ان هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي ده ما غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسمومه مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك، يكفاك ان انا ما عرفش ان انت قتلت عمي. هقتلك يا مناع، هقطع ضيق. أقتلك يا مناع! مناع مناع! أقتلك يا مناع! مناع انت اتصبت يا مناع، ده الخنجر مسموم. ما عادتش تفرق يا لافي. مناع مناع الحكومه ناسها في الجبل، نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زوزور،
ما عادش ليا حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله.